بالنظر إلى الشواغل المغاربة هذا اليوم واهتماماتهم واحتياجاتهم اليومية، هل تعتقد بأن هذه المناسبة ورمزيتها يعني حاضرة في الشوارع وفي البيوت المغاربية وفي تفاصيل المواطن المغربي، أم أنها باتت مؤخرا تقتصر على طابع احتفائي فقط لدى الدوائر الرسمية المغربية؟ طبعا كما هو معلوم أن جميع الخطب الملكية هي تحظى بمتابعة مجتمعية وإعلامية سواء على المستوى الوطني وعلى المستوى الداخلي، نظرا لمضمون الخطب الملكية التي تحمل في طياتها إما تقييم بعض السياسات أو تقديم بعض الرسائل سواء إلى الفاعلين الداخليين أو الخارجين، وكذا رسم خارطة الطريق بالنسبة للفاعلين السياسيين خاصة الحكومة والبرلمان. طبعا استمعنا بعد قليل للخطاب الملكي السامي المتعلق بثورة الملك والشعب، وهذا الخطاب يمكن تقسيمه إلى محورين كبيرين. المحور الأول تطرق فيه جلالة الملك إلى شبه تقييم للدبلوماسية المغربية في علاقتها مع القضية الوطنية وهي قضية الصحراء المغربية، والملك حاول أن يعدد الإنجازات الإيجابية التي حققتها المملكة المغربية على المستوى الدولي، أولا انطلاقا من الموقف الثابت للولايات المتحدة الأمريكية في علاقتها بقضية الصحراء، ولاحظنا أنه لحظة انتقال الحكم من على المستوى الولايات المتحدة الأمريكية ساد نقاش في بعض الدوائر الدولية أن من الممكن أن تتراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن موقفها مع المغرب. أيضا الملك تحدث على الموقف الجديد الذي عبرت عنه دولة إسبانيا على اعتبار أنها قالت أن مبادرة الحكم الذاتي هي الحل السليم لمشكلة الصحراء. ثم كذلك الحلفاء والشركاء المغرب على مستوى الاتحاد الأوروبي وخاصة دولة ألمانيا. طبعا الخطاب الملكي هو أيضا لكن فيما يتعلق بهذا الملف سيد سعيد، رغم كل المواقف رغم كل الاعترافات التي ذكرتها بشأن مغربية الصحراء، إلا أن النزاع حول تبعية هذه الصحراء ما يزال قائما. ما توجه المغرب لحسم هذا الملف نهائيا، أم أنه يود التمسك بموقفه إلى النهاية؟ طبعا أن المغرب هو يحاول أن يحل هذا المشكل عن طريق الوسائل الدبلوماسية ومن خلال توجيهات هيئة الأمم المتحدة، ومنذ سنة 2007 أن المغرب قدم كلمته في هذا الإطار وهي مبادرة الحكم الذاتي التي اليوم أصبحت بمثابة واقع على المستوى الدولي. نلاحظ اليوم على المستوى الفاعلين الدوليين الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، أغلب الدول حتى الدول الإفريقية، اليوم أكثر من 44% من الدول الإفريقية تفتح قنصلياتها بالأقاليم الجنوبية. وفي المقابل من ذلك وهذا هو الأهم، نلاحظ تراجع الدول التي كانت تعترف بجبهة البوليزاريو وآخرهم دولة البيرو التي سحبت اعترافها بجمهورية البوليزاريو وأكدت على الطرح المغربي. لذلك نلاحظ اليوم على المستوى الدولي أن المغرب يتجه في الاتجاه الصحيح، وأن دول العالم لها قراءتها ولها حساباتها وتعتبر أن الطرح المغربي هو الأقرب إلى الصواب، على اعتبار أن حتى اليوم حتى التنمية في الأقاليم الجنوبية هي خير دليل على الصوابية وعلى جدية الموقف المغربي الذي دائما ظل يعبر عن نيته الصادقة وعن اليد الممدودة وعن اختيار الطرق السلمية.